السلام عليكم، كراكم دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحيح لاباس؟ اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو اللي هو الطعام، ونتمنى يعجبكم البنات، ونبغيكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتعرفوا الطريقه ديالي. نمشيو بسم الله من المقادير. هنا البنات كتشوفوا معايا عندي هذا الحمض الغلمي، كل واحد يدير داك الشيء اللي كيعجبو. المهم هذا الحمض الغلمي من الجهه ديال الكتف البنات، كتعرفوا الطعام كيبغي الكتف والضلعه والعنقرة. هنا عندي كيلو ونص، هنا عندي البنات الخضره، عندي هنا الفول، وهنا عندي جوج بصلات مشمضين، وهنا عندي القرعه الملونه، هانتوما هاد الكحله وهاد الخضره، ديك الحرشه ديالنا. وهنا البنات عندي الخرشف اللي درت له واحد نص سلقه، دابا كعرفوا الخرشف دابا الوقت ديالو كيفوت بحال كيقصح شويه. المهم درت له واحد نص سلقه. عندي هنا خيزو، عندي هنا ربعة ديال الماطيشات محكوكين، نسيت ما قلت لكمش عندي ربيطة ديال القزبر والمعدنوس. وهنا البنات عندي القرعة الحمراء، هانتوما كتشوفوا معايا حتى هي. بسم الله، دابا غادي نحيدو هادو من قدامنا. غادي دابا والعطريه البنات انا ما قدمتهاش لكم حتى غنبدا نقلل اللحم، عاد غادي نشرح لكم العطريه اللي كندير انا في الطعام. وهنا البنات كنجيبوا واحد الطنجره، بسم الله. الاول البنات كندير الزيت، عندي هذا الزيت راه مخلطه، ديال زيت العود وزيت نباتيه العاديه حسب 8 كاس لاروب، حيت عندي كميه كثيره. بسم الله، دابا غنديروا اللحم ديالنا هانتوما كتشوفوا البنات. وهنا مع اللحم البنات غادي ندير الملحه، عندي هاد المعلقه راه غير صغيوره، غندير هنايا ثلاثه ديال المعلقات باش غادي نقلي اللحم. الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق. صافي، هنا غادي ندير البصله. دابا البنات غادي الاول غادي نشحر اللحم بالبصله والملحه، من بعد ما كتبدا تنزل لينا البصله عاد غادي نزيد عليها المطيشه. وغنبغيكم تشاهدوا الفيديو وانا غادي نبقى معكم شويه بشويه من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه. ودابا هانتوما البنات اللحم ديالي ها هو تقلى مزيان مع البصله والزيت والملحه. هنا كنجيبو البنات المطيشه، هنا كنجيب هاد الربيطه ديال القزبر والمعدنوس البنات، كنخليها هكا ما كنهزها ما والو، من بعد كنهزها. وهنا العطريه، دابا عاد غادي ندير العطريه مع المطيشه. المهم دابا عندي هنايا معلقه عامره ديال السكنجبير، معلقه ديال الكركم البلدي، عندي هنا معلقه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، هنا البنات الزعفران ديال اللون، دابا غادي نخليه يتشحر مزيان ومن بعد عاد غادي نقدر ونرمي الخضرة. ايوا هنا دابا هانتوما كتشوفو معايا دابا اللحم هو تقلى مزيان،
راه غادي نزيدو عليه الفول، وغادي نزيد الخيزو البنات. يعتبر اللحم ديال الغلمي راه صغير، يلا يجيني يطيب معاه الخيزو والفول. هنا غادي نقدر بالماء سخون كما كتشوفوا معايا، وهنا عندي الخرشفة البنات. هاد الخرشفة دابا راه دايره له واحد نص طلقم، شوف علاش درته من فوق باش يطيب لنا الخيزو هو الاول مع الفول. وهنا البنات دابا صافي، هنايا ما غادي نزيد غير القرعه هذه هاد الحمراء، حيت البنات اللي غادي نقول لكم انا راه عندي هاد الكوكوط هذه كيقولوا لها الرابيده اللي كطيب بالزربه، هانتوما كتشوفوا معايا حتى شي غنصطفوها من فوق. هادشي دابا غادي يطيب مقاد مع اللحم مع كلشي، نديرو له الرويصه ديولها هنا هادو الفوق. صافي البنات هنايا صافي، هنا المرقه راه كافيه. دابا انا غادي نسد عليها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله من غادي نكمل الخضره اللي باقا ليا. وهنا البنات عندي الطعام، انا درت كيلو ديال الطعام. هنا البنات راه كنقول لكم في اي فيديو حتى كنكب عليه الماء على هذا الشكل هكايا، نخوي عليه الماء هكا فوقتي ولا الماء فوقه. دابا هكا البنات غادي نخليه، دابا غادي نخلط ربطه بيديا نحركو إلا كاينه شي حاجه طلع الفوق. حنا الاول كنغسلو الطعام هكا مزيان، هانتوما كتشوفو معايا. دابا صافي انا غادي نصفيه من هاد الماء، غادي نكمل معكم الطريقه ديالي كيفاش كنعاود الطعام. هنا من صفيت منو الماء هانتوما كتشوفو معايا، دابا عاد غنديرو له الزيت، حيت الا درتي الزيت في الاول البنات صافي ملي كتنوضي تغسليه داك الزيت كيمشي كامل مع الماء. دابا عاد نخليوه يشرب هاد الزيت وهاد الماء اللي راه باقي فيه، وتشوفوا الطعام تبارك الله كيفاش كيجي، كيجي الطعام مفرك وغزال. كاين دابا اللي كيدير الزيت في الاول وين غادي يكب عليه الماء ويغسلو، ولا كيخليه هكاك بداك الماء ديالو. فالضروري البنات اللي كنوصيكم تغسلوا هادشي ديال الحاجه اللي يابسه خصكم تغسلوها. المهم نتلاقاو من بعد ان شاء الله. ايوا دابا المشاهدين هانتوما، دابا انا راني كنحط الخضره، شي راه باقي حامي كيلهب. أوه ماما إيش على كارني، إيوا انتما البنات نتمنى تعجبكم الطريقة، واللي ما مشتركش يدخل يشترك ويدير جيم، وشكرا. نتمنى يعجبكم الكسكسو ديالي.